نزف لكم أسمى آيات التهاني والتبريك بمناسبة مولد خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ومولد حفيده الإمام جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. خير ما نفتتح به احتفالنا هذا آيات بينات يشنف بها أسماعنا المقرئ عمار النشابة، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذني وسراجا منيرا. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك
على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. كل الشكر والتقدير للمقرئ المبدع عمار النشابة على هذه التلاوة، وندعو الله له بالتوفيق والسداد.